مرحبا متابعينا الكرام عبر قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سيدي بنور في الحاصلة اليومية لوباء كورونا. دائما ومباشرة معكم في هذا البث المباشر اللي من خلاله سنعطيكم نتائج حاصلة مدينة سيدي بنور. لله الحمد اليوم مدينة سيدي بنور عرفت كذلك تسجيل صفر حالة لكورونا، وكنشوفوا ان الحالات في انخفاض مستمر يوميا، والحمد لله اليوم مع التسجيل انخفاض كبير في الحالات الوبائيه، حيث عرضت تسجيل 950 حاله اليوم، تسجيل 950 حاله، وهذا كيفاش جرب الخير اللي كنتمنوا ان يبقى عدد الإصابات منحصر في انخفاض دائما. دائما مباشرة على قناة شو تي في هذا البث المباشر للحصيلة اليومية لفيروس كورونا. دائما بالصوت والصورة نقول لكم كل الأجواء هنا بمدينة سيدي بنور، كذلك غادي نعطيكم الحصيلة اليومية. سجلتها مدينة سيدي بنور هي صفر حالة على الصعيد الوطني، على الصعيد الوطني عرفت تسجيل 950 حالة بمدينة سيدي بنور. الحالة المتعافون 1515 حالة، الوفيات 32 حالة وفاة. يعني كما قلنا لكم الحمد لله ان الحاصلة دائما في انخفاض، وهالشيء اللي كنتمناه وكنبقاو كنتمناو ان دائما نلقاو الحالات في انخفاض تام، وان الحاصلة تبقى عادية، لان كما كتشوف كتبع معنا في هذا البث المباشر بالصوت والصورة دائما اللي تعطيكم الحاصلة الوبائية. وكما كتتابعوا معنا حنا يوميا معكم في الجوالات عبر مدينة سيدي بنور مباشرة على قناة شوف تي في، فنقول لكم هذه هي أجواء مدينة سيدي بنور، شوارع مدينة سيدي بنور. الساعات قليلة على الإغلاق، وكما كتعرفوا أنا مدينة سيدي بنور كما كتتابعوا معنا هذه هي شوارع مدينة سيدي بنور. اللي كتتابعوا معنا من خلال هذا النقل المباشر، اكيد السوق خويا ما غيعمر حتى 6 الصباح، هذا تمشيا مع القرار وزارة الداخلية للتدابير الاحترازية، وكذلك تطبيق قانون حظر التجول الليلي من الساعة 9 الى الساعة 6 صباحا. هذا كما تنقولوا على السواقة والبيع والشراية انهم حتى 6 الصباح عاد غير السوق، تمشيا مع محاولة الطوارئ الصحية، وكذلك فرض حظر التجول الليلي. بهذا نقول للمتابعين الكرام ديالنا تحية لكم من مدينة سيدي بنور، وتحية لكل المتابعين.
عبر قناة شوف تي في اللي من خلالها تنقل لكم بالصوت والصورة كل تفاصيل هذه المدينة من خلال إعطاء الحصيلة الوبائية لكورونا وآخر مستجدات مدينة سيدي بنور، المدينة الجميلة والهادئة اللي كتشوفوا معنا، اللي كنتابعوا معكم دائما بالصوت والصورة. كل صغيرة وكبيرة هنا بمدينة سيدي بنور، وكذلك إعطاء الحصيلة اليومية. من خلال هذا البث المباشر دائما ومباشرة، كما قلنا لكم أن مدينة سيدي بنور صفر حالة، تسجيل صفر حالة بمدينة سيدي بنور، 950 حالة على الصعيد الوطني، وهذا يبشر بالخير. هذا كثير كما قلنا الشيء كيبشر بالخير اننا بدينا كنشوفوا انخفاض ملموس في الحالات. كنتمنوا غير ما تنتجش تصرفات فتغادروا في الانخفاض، لان كما قلنا اليوم 950 حاله يعني راه شيء يبشر بالخير. ثانية 150 هذا شيء يبشر بالخير. كذلك 1515 حالة شفاء، و 32 حالة وفاة. يعني لله الحمد كنعرفوا كنلاحظوا هناك انخفاض في الحالات دائما مباشرة من مدينة سيدي بنور في هذه الجولة لإعطاء الحصيلة الوبائية. فيروس كورونا ومباشرة على قناة شوف تي في، قناة شاب، أول قناة إلكترونية في المغرب، واللي من خلالها كنعطوكم حالات إنسانية، شكايات، مظالم، وكل ما يقع بمدينة سيدي بنور. دائما ومباشرة على قناة تشوفي، قناة الشعب أو قناة إلكترونية في المغرب، من خلالها عندكم الحصيلة الوبائية أن مدينة سيدي بنور صفر حالة اليوم، و تسجيل 950 حالة مؤكدة، كذلك 32 حالة وفاة، بالإضافة إلى 1515 حالة شفاء. نتمنى إن شاء الله بحلول السنة الجديدة الله يدخلها علينا بالصحة والعافية وبالنشاط والحيوية، والله يبعد علينا هذا الوباء، هذا اللي بحق الوباء اللي صبح علينا وكيهدد الجميع، والله يبعد علينا. دائما ومباشرة على قناة شوف تي في من مدينة سيدي بنور نقول لكم بالصوت والصورة من هنا من مدينة سيدي بنور. نقول لكم اننا نحبكم ونحبكم
دائما مباشره على قناه شوف تي في او قناه الاسلاميه في المغرب من مدينه سليمانور. نضرب لكم موعدا اخر ان شاء الله بحول الله وقوته، والى اللقاء في بث مباشر اخر.